settle home. How am Mustafa? Baby, don't stop. Girl, be mad, don't stop. Baruhi, what do you do? Unbawais, farhati ma. قلبي لا سروه هواهم واصطفاهم بودادهم اشتروه ماله قلبي لا سروه هم بوايس تشني عبد السلام ما قبت ليه الطوب لي انا ما مارقة اقول لك يا توب الطوب الاخضر ولا الاصفر ولا البني الطوب الاخضر داق عليك تلاقيه زولي وطلع ليه الطقم بتاعه كله بدا الطقم يا توب طلع ليك الطقم الاحمر احمر شنو الاحمر بيمشي مع ده؟ الله بيمشي لكن بجراجة ما بجراجة دي ما اعرفها يلا قلت الكلام الكثير جهزهم ليه سرعة نتأخرها حاضر تاني دايرة حاجة؟ لا هواهم واصطفاهم مالو ظهري اتجزر ظهري اتجزر ظهري البلال بلال البلال بلال يا بلالنا ظهري العوبة زار يا بلالنا انت ما براك يا بلالنا اللي اخوان معاك يا بلالنا البلال بلال البلال بلال يا بلالنا يا عبد السلام يا اخي صوتك دهنك في الشارع يا اخي ما انا كده بتكورك ما قاعد اغسل في العده غسله وساكت يا اخي لا تغني انت تلم ليه الحله دي كلها يا اخي خجلتني انت في الحله دي معليش وبعدين قاعد لي فيها ساعه الحله ديك ما خلاها في النار انت الحله انا ما غديت الرز في النار ووركت الخضره خضرة شنو الورقتها يا اخي قوم عليك الله سرعه عمليه الحياه دي انا مش قلت لك في ضيوف جايين في الغداء كويس سرعه يا اخي حاضر. وبعدين غني بصوت واطي يا اخي ما تصير حسي في الشارع كويس البلال بلال البلال بلال يا بلالنا دغري الهوبة زار يا بلالنا توبك الاخضر كويتي في مدني تاني برضو توبك الاخضر كويتو في كوستي تاني برضو توبك الاخضر كويتو في ضنقلة اهلا اهلا يا سوسن اتفضلي الله يسلمك كيف تمام؟ تمام والله كيف انتي؟ الحمد لله الاحوال تمام والله يا كيف مع الاجازه دي؟ والله الحمد لله ها بتعمل شنو؟ والله بس شغل البيت كده احكي على الصالون الحته دي هنا حرف خلاص كويس تفضل دوبك الاخضر قويته في سنار تاني دوبك الاخضر قويته في اللبيض الله يدي العافية الله يدي العافية توبك الأخضر أنا خيطته إسكاتي قلب مني أنا خيطته أجابه لي خليك أنا خيطته اللي اشتريته ليك أنا يا أخ ما تكورك يا 60 مرة قلت لك لما تغني ما تكورك لي بصوت عالي يا أخي أنا ما قاعد أغني بس يا خلاص تغني شنو يا أخي شوفوا عبي برا وسخانين قاعدين شطفتهم أنا شوفوا شطفتهم أسمع أنا ماشي مشوار قريب وجاية اجي القصدي هسه الحياة كلها قلت لك نظف البيت لان الليله جايين ضيوف مهمين عندي اجتماع في البيت ده خلاص؟ حاضر انت التليفون ده مالك ما قاعد يضرب ما سامعه؟ يا تو التليفون ده ما ترد؟ تليفون حقي؟ تليفونك هذا ما سامعه؟ القصه دي لو حصلت مع حقي راح اللهم اجعله خير اللهم اجعله خير الو